عايزين بقى نعرف من حضرتك يا دكتور، يا ترى ايه هي اسباب الندبات بالبشره؟ الندبات بمنتهى البساطه جرح لم بشكل مش ظريف، يعني انا اتعورت المفروض ان جلدي يرجع بشكل طبيعي، لا تيجي خلايا رخمه كده اسمها الخلايا الليفيه تعمل لي حته خشبه كده حاجه ناشفه فتغير لي شكل الجلد. اشهر الحاجات اللي بنشوفها فيها ندبات حب الشباب واللي بيحصل بعدها والندبات الجراحيه. طبعا ندبات حب الشباب من اشهر، هو في ناس عندها قابليه في العيله، هي العيله كلها حب شباب وعيله كلها ندبات، بس من اكتر الحاجات الناس اللي هي بتطنش العلاج ما بتعالجش كويس على اعتبار انه هيجي عليه وقت كده كده وهيروح لوحده، فطبعا بيسيب ندبات. والناس اللي هي بتحب تلعب في الحبايه وتفضي الحبايه وتهرش في ما الحبايه، اكثرهم يا ما دكتور نبيل اكثرهم بالظبط كده، فاللي هيحصل ايه عندهم بقى؟ يعني لو ما هرش في الحبايه يحس ان هو يحس ان هو ما يعني في يجريش حاجه نوم، ناقصاه، ما ما يعرفش يجريش ينام نوم. طول الليل، يعني ودي بتعمل مشكله اكبر يا دكتور بتعمل نبيل. مشكله ليه بقى؟ لانه هي الحبايه في حد ذاتها مش مشكله، لكن هو لما بيعمل الالتهابات دي بيحصل تهتكات في الانسجه من جوه، فتيجي الخلايا اياها الرخمه دي الليفيه دي وتبدا تعمل لي النسيج ده، فكانها بتشفط النسيج على جوه، فتبدا تظهر الحفر او الندبات اللي بتبقى في البشره، ويبقى الوش عامل زي ما يكون مطبات بدل ما هو حته واحده كده، يبدا ان هو يبقى بالمنظر ده، تمام؟ فاحنا بمنتهى البساطه كل الحاجات اللي بتشتغل على قصه الندبات هي فكرتها ان هي بتكسر النسيج الليفي اللي احنا مش عايزينه ونحفز تكوين جلد جديد. من اكتر الحاجات اللي جابت فيها نتائج حلوه جدا كانت البلازما وكانت الفراكشنال ليزر والبلازماج اللي احنا المفروض هنتكلم عليه بعد شويه ان شاء الله، تمام؟ هي القصه كلها ان انا الخلايا دي الليفيه دي هتبدا تتكسر وهنبدا نحفز كولاجين جديد، فالعيان اللي يلاقي ان الندبات اللي عنده كانها بدات تقفل، شوفي كانك عندك حفره كده وبتردميها، فبدل ما هي واسعه كده بدل ما هي مخرمه لا عماله تضيق وعماله تقفل، ويبدا يلاقي التون بتاع جلده الميه بتاعته بدات ان هي تبقى واحده بدل ما هي كانت حتت وحتت يعني. فطبعا البلازما من ضمن الحاجات اللي عملت يعني صيحه كبيره جدا في قصه الندبات دي.